عم يتوجع هالميدان
عطافي طفيت النار بس خرب البيت كتير. ماما قالت لك يا نيدا الكبريت كتير خطير. يا بابا
عملت كمان يا لولو؟ شفت الغرفة اللي فيها كرسي، كرسي ومكتب وكتب كتير، باكل عنب وكرز ومش من فجأة صار شي خطير. الله يستر. أنا بحبك يا لولو. نحن الأولاد الحلوين الشجعان القويين، ونحن البنات الحلوات أحلى الرئة والحركات.
نحن الشرطة سلم نفسك، ممنوعون النوم. بس شوي يا شرطي، لا تخالفنا يا رب لولو تقوم. طب بس شوي ساعديني، أنا رح أبكي، غلبتيني اليوم. بس شوي بس شوي بس شوي بس شوي بس شوي، يلا بس شوي بس شوي بس شوي، ما في شوي. لازم نتعلم إنه ما نتكاسل ونحكي بس شوي، لازم نرد على ماما بسرعة بسرعة ونحكي حاضر.